الرئاسية باك أكتر حاجة بتهمنا هي تلبية متطلبات العميل في كافة التخصصات بأعلى جودة وبأحدث الأجهزة. ففي طباعة البي في سي عدة مراحل: تحويل بكر البي في سي إلى شيتات من خلال ماكينة الشيتر، تصميم الديزاين، مرحلة السي تي بي وتحويل الديزاين إلى زنكات، مرحلة الطباعة من خلال ماكينة هايدلبرغ سبيد ماستر لطباعة الفرخ والمدعومة بوحدة الاي اس تي يو في والمرفق بها لمبات ليد يو في والمتخصصة في طباعة الورق والبي في سي والميتالايز، وللأحجام الأقل ماكينة الجي تي او هايدلبرغ لطباعة الربع فرخ، مرحلة المراجعة من خلال السي بي سي، مرحلة التكسير اللي فيها البي في سي بياخد الشكل المطلوب سواء كان يدوي أو بوبسيت، آخر مرحلة في طباعة البي في سي وهي التفصيص واللزق واللي بينتهي بالشكل النهائي للمنتج. أما في إنتاج العلب المستخدمة في المنتجات الكهربية فبتكون من خلال ماكينة واحدة وهي ماكينة لزق الأطوال حتى 120 سنتي، وبتتميز بوحدة الإنجكشن اللي فيها بيتم خروج المنتج ملزوق وجاهز على التسليم. وفي النهاية بيجي دور المبيعات. احنا ابتدينا في مجال الطباعة من خلال شركة ترينيتي، وده كان في سنة 2008، وتحديدا في سنة 2015 وبعد زيارة معرض روبا المتخصص في مجال الطباعة والتغليف قررنا ان احنا ننشئ شركة المسيح باك للطباعة والتغليف. شركة المسيح باك متخصصة في مجال الطباعة بأحبار اليو في. بعد تخصصنا في طباعة البلاستيك قدرنا كمان نبقى متخصصين في طباعة العبوات الميتالايز اللي بتخدم شريحة كبيرة قوي من شركات الأدوية، وعلشان نكون أكثر تميزا زودنا لمصنعنا خط إنتاج العبوات التيوب باك، وده بيخدم مصنعين البرفيومز ومستحضرات التجميل، وكمان بيخدم مصنعين الاسبريسو والبن. احنا في المسيح باك بنخطط في المستقبل القريب يكون عندنا خط خاص بمصنعنا متخصص في انتاج الماتيريال اللي بنستخدمها في طباعه العبوات البلاستيك، وهيكون خط متخصص في انتاج البي اي تي ماتيريال، وده هيساعدنا ان احنا نقدم جوده اعلى بسرعه اكبر تتوافق مع متطلبات العملاء. المسيح باك لكافه خدمات الطباعه والتغليف.